البلاغ بالامس تبعتيه ديال الرجاء الرياضي نعم البلاغ جد محترف البلاغ لشتيه جد محترف صح لانه حنا تنعرفوا واحد الحاجه انصر اخاك ظالما او مظلوما صح الرجاء ما داروش الرجاء جا وقال لك اسيدي حنا تنستنكروا هذا الحادث لا ديال اللاعب لبطي وتنستنكروا التصرف اللي دار الناطق الرسمي غير التصرف لا المسؤول اذا الرجاء كانت اول مؤسسه وانت ديما تقولها تقول لها شي لعاب دار شي حاجه اول واحد خاصو يعاقبه هو النادي ديالو واش حمل المسؤوليه ديال الفريق لان هذاك اللاعب سي سالاري فخاصو يلتزم وخاص الفريق هو الاول يعاقبه اذا برافو انا البارح تفاجات تقريبا امينوي تفاجات بذاك البلاغ ديال نادي الرجاء انا بالنسبه لي سي مبروك بلاغ احترافي على اساس كما ذكرتي هادشي اللي وقع ما خصوش يكون وصراحه ما بغيناش نشوفوا هادشي وانت ذكرتيها سي مبروك في البدايه ديال الحلقه مباراه اللي كبيره وعرس اللي كبير ونشوفوا فيه مثلا هاد الاحداث اللي بصراحه غير مقبوله لا من الهبطي ولا من ابراهيم ولا من الابراهيمي